مولاي. شو في يا لقمان؟ مساعد سمو الأمير بيزيد بعت لكم مكتوب يا مولاي. مولاي المعظم، أعتذر عن جرأتي بإرسال هذه الرسالة، ولكن المسألة مهمة وتتعلق بمصلحة الدولة العثمانية العليا، وعلى الرغم من أنني مساعد الأمير بيزيد إلا أن الموضوع لا يتعلق به بل له علاقة بسمو الأمير مصطفى. للأسف مولاي، فقد وصلتني أخبار تقول بأن الأمير تزوج ابنة الرئيس خضر مهرونيسا خان، وقد تم الموضوع بشكل سري. كما علمت أن مهرونيسا خان حامل، وهذا يعني أن الزواج قد تم منذ مدة طويلة يا مولاي. سمو الأمير، في عندك أي معلومات متعلقة بالحملة؟ ما رح نروح على محل يا تشالي جالي، عرفوا بموضوع مهرونيسا، في حدا هون مخبرهم. كيف عرفوا يا سمو الأمير ومين خبرهم؟ ما بعرف، لازم تحققوا مع كل يلي بالقصر، على ما يبدو إنه في جاسوس بيناتنا. سمو الأمير، مثل ما بتعرفوا الفهد كان أسير عند أعدائنا، يعني مبيني مين يلي مخبرهم. يحيى بيك، أنا رجال بحياته ما حدا استرجع يتهمني بالخيانة، وأنت هي تاني مرة بتتهمني. ممكن تكون اعترفت لهم، كيف عرفوا بالموضوع لك؟ جالي جالي، فهد، ما عاد بدي شوفكن عم تتخانقوا. بعتوا خبر للسلطانة فاطمة وخليها تعرف كيف وصل الخبر. هالشي كان رح ينكشف عاجلاً أم آجلاً. نبهتكن كتير بس ما رديتوا علي. بيكون شي حدا من جوات القصر مخبرون. ما في شي مؤكد، بلكي في حدا تاني عنده دوافع ليفضحكن. مين بده يكون سلطانة؟ ما في حدا غيرنا بيعرف هالموضوع. لا تنسوا بيزيد، هو وهوري جيهان كانوا هون بالقصر وشافوكي عنا، وممكن كتير إنهم يحكوا. بس بيزيد بيعملها؟ كل شي وارد، بالآخر هو ابن لهيام. أنا برأيي تعيين سمو الأمير سليم ممكن يكون في خير لسموك. أي خير اللي عم تحكي عنه أنت؟ في لعبة عم تنلعب وهالشي واضح، وإلا شو اللي خلى مولانا يغير رأيه بتعيين مصطفى؟ مؤكد في سبب لهذا الشيء سمو الأمير. ماشي، فيك تنصرف. الموت عندي أهون من إني شوف سليم مستلم العرش ولو بالوكالة. بعيد الشر عنك يا بيزيد، بعدين شو بتفرق؟ اثنيناتهم منافسينك. الفرق بين سليم ومصطفى كبير يا هوري جيهان. سليم ما بيفكر غير بالشرب، وهو مو خرج أبداً يكون نائب للسلطنة، مو مثل مصطفى، شخص قوي كتير وشهم وفيني دائماً اعتمد عليه وأوثق فيه، وبيحب كل إخواته بنفس المستوى. السلام عليكم. ظريفة، يعطيك العافية أدري آغا. أهلاً بسنبل آغا، شلونك؟ منيح؟ نشكر الله بخير. لما كنت بالقصر كنا نشوفك أكثر من هلأ يا سنبل. أنت وين كنت مختفي كل هالمدة؟ والله يا أدري آغا مقضية بسط وكيف، وعم ساوي كل شي بيخطر على بالي. يوم بحمل حالي وبروح على إسكودار بعمل زيارة للحبايب هني، وإذا مليت بروح على غلطة. بس والله مع كل هالشي بتلاقيني مالل. طول عمرك جوات القفص، ولما تحررت وفردت جناحاتك يا عصفور مانك عارف لوين بدك تطير. الآغا يلي بتخلص خدمته ومعروف شو لازم يعمل. أنا لازم روح على مصر، بس مو حابب روح، ومو عارفان شو بدي أقعد أعمل هون. والله حاسس حالي صاير مثل الختايرة، رجل بالقبر ورجل بالحياة، حاسس حالي كبرت كتير وما عاد إلي فايدة.
انت دواك عندي، لازم تلاقي لك شي شغلة تتسلى فيها. طول عمرك بتلقطع الطاير، والله كنت جاي استشيرك بهالموضوع. عندي كم قرش مخبيهم وعم فكر اشتغل بالتجارة، شو رأيك؟ لك شو كم قرش لك آغا، انت عندك مصاري أكثر من مولانا السلطان بذاته. ايه الله أعلم كم جر الذهب مخبي ودافن. هس اللي بيسمعك بيصدق هالحكي، انت أغنى مني، طول عمرك بتشتغل بالتجارة. هات شو عم بتبيع بعر غنم؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ هالحبوب اشتريتهم من سفينة جاي من اليمن، قال بيسموها قهوة، بس طلعت هالحبوب لا بتتاكل ولا بتنشرب وما حدا عم يشتريهم مني. والله ما فيني احكم على طعمتها، بس هالقهوة ريحتها طيبة كتير. ها الأمير، وقت رح توصل الجيوش من سيفاس رح نكون نحن باستقبالهم. كتير منيح، التحضيرات كلها صارت جاهزة؟ طبعاً جاهزة سمو الأمير، وناطرين أوامركم لنتحرك. إن شاء الله ما تسوق الأمور بيناتكم أكثر. ليش رح يصير أسوأ من هيك؟ مولاي مو بس عزلني من منصبي وأمرني أني أبقى بولايتي. ومع كل هاد لازم تكون حذر يا مصطفى، أنا واثقة أنك عم تلوم حالك ومعك حق، بس بترجاك يا مصطفى لا تحاول أنك تظهره. المفروض هلأ أنك تروح لعند مولاي وتطلب أنه يسامحك. تكوني مطمنة سلطانة، أنا رح روح أعتذر منه. أدخل. سمو الأمير، جاهزين؟ يلا أمشوا. مصطفى، سلطانة بها روح قلبي، فكرت بالموضوع؟ انت مو مجبور تروح ابدا، بالنهاية يلي عم تحاول تمنعه او حتى تغيره هو القدر نفسه يا ابني. سلطانة لا تروح، خلي المطر ينزل والريح تهب والشتا يجي، لأنه بعد هذا الشيء رح يجي الربيع، وهذا الربيع أنت. بس أنا إذا رحت هلأ الكل رح يفكر أنه أنا بدي العرش، وحتى اللي بيحبوني أكيد رح يسيئوا الظن فيني. حضرتك مكبر الموضوع، من الطبيعي الأمير يفكر بالعرش، وخاصة أنه مولاي السلطان كتير مريض. وقت يرحل مولانا من هي الدنيا وقتها أنا بتولى العرش، هذا حقي وما رح فرط فيه أبدا، ما في قوة رح تمنعني من هذا الحق. مزبوط كلامي؟ طبعا هذا حقكم سمو الأمير، بس بجوز تصير حرب دامية لتحصل عليه. أنا حكيت مع الرئيس من هون ورايح طريقي مع سمو الأمير. إيه وشو قال لك؟ الواضح إنه تضايق، وقلت له إنه مستعد أدفع الثمن مقابل إنه أحميه، ما حكى أي شيء. ولا صار دورك إنه تختار، يا أما بتضل معي أو بتروح مع الرئيس. أنا وياك مشينا بهالطريق مع بعض ورح نكمل سوا للأخير. سمو الأمير، وصلتنا هالرسالة من العاصمة، بعتها رستم باشا. إن شاء الله صحة مولانا السلطان بخير. بدون ياني روح على عاصمي.
مولانا السلطان طالب يشوفني. سمو الأمير، ممكن هاد يكون فخ. يحيى بيك معه حق، رستم باشا ما بيتأمن له أبداً. ممكن تكون هاي الرسالة فخ هو عامله. لازم نفكر بكل الاحتمالات. شو ما كان، أنا لازم روح إذا مولانا السلطان طالبني. بعدين مو أنتوا هيك كان بدكن؟ يلا جهزوا كل شيء، لازم نكون هنيك بأسرع وقت. بابا، مولاي الشكر لله حي يرزق، وإن شاء الله رح يشفى عن قريب. ما بدي أي بلبلة أو فوضى، عم تسمعوني؟ هالوضع مو عاجبني فرحات أغا، وإذا استمر في روس كتير منكن رح تتقطع وأرواح رح تحترق. هي الأرواح روح وحدة يا سمو الأمير، وطول ما مولانا السلطان عم ياخد نفس مستحيل نفكر نواجهه أو حتى نخونه. أرواحنا فدا مولانا السلطان، بس اليوم أو بكرة رح يجي سلطان جديد، وهذا الشخص لازم يكون أمير قوي ومحبوب بيستحق يكون السلطان. إلزام حدودك يا فرحات، انت عارفان مع مين عم تحكي؟ نحنا العائلة العثمانية الحاكمة، وما حدا بيقدر انه يعصي اوامرنا. من امتى صاروا الانكشاريين يقرروا مين بده يعتلي عرش الدولة؟ طالبة مساعدتك يا مصطفى. عن أي مساعدة عم تحكي سلطانة؟ سليم راح على موته، راح يشوف الانكشاريين، وأكيد وقت حيشوفوه حيصبوا غضبهم عليه. الانكشاريين يا مصطفى بيسمعوا كلمتك، روحوا أنقذوا. بعرف ما راح تساوي هذا الشي كرمالي، بس ساوي كرمال أبوك وكرمال أخوك كمان. سمو الأمير، نحن ما منسمح لك تيجي وتهددنا داخل مقرنا، وإذا هيك قصدك فنحن أكيد رح نتصرف.
انت مين مفكر حالك ها؟ كيف بتتجرأ وبتحكي معي بهالطريقة؟ مبينين متماسكين بس كل واحد منا عم بيواجه مخاوفه. انت مين بتقصد؟ ومن شو الخوف يا اخي؟ الامير مصطفى اكبر مخاوفه هو عدم ثقة مولانا السلطان فيه، والامير سليم بخاف انه اخي مصطفى او بيازيد يعتلوا العرش، لانه كل همه بالحياة الوصول للعرش. والامير بيازيد أكبر مخاوفه إنه يصير برات اللعبة. أما السلطانة أكبر مخاوفها إنه تخسر مولانا السلطان وولادها. وأنت كمان عندك مخاوف يا مريم، وإلا ما كنت رضيتي ورجعتي رستم على قصرك. بتخافي من الوحدة ما هيك؟ أكتر شي بخوفك بالحياة إنك تكوني وحيدة. وإنت يا جيهانجير ما في شي مخوفك؟ أنا مثلكن يا أختي، فيك تقولي إنه عندي شوي من كل هي المخاوف، وأوقات كل هي المخاوف بتجتمع مع بعضها. بس إذا بدك تسألي أنا واحد أتقل شي، أكبر مخاوفي من البشر يا مريم، البشر يلي ما عنده لا قلب ولا ضمير ولا عدالة. يا ريت لو كلنا مثل مولانا السلطان، أقوياء وما منخاف من شي أبداً. إذا صار شي لابني سليم والله لهد الدنيا فوق روسهم. لا تقلق يا سلطانة، مستحيل يتجرأوا يؤذوا الأمير. ليش ما خبرتيني لإلي؟ كان لازم تقلي لي. بعدين سليم شو اللي أخده لهنيك؟ أنا كمان مثلك عرفت متأخرة، رستم يلي أقنعه. صحيح، وينه رستم؟ على طول بيختفي هيك بس أنا أحتاجه. خلص أنا رح ألحقه لسليم، بس إن شاء الله ما أوصل متأخر. لا استنى، لا تطلع من القصر أساساً. الأمير مصطفى لحقه لهنيك، وما في غيره هلأ بيقدر إنه يوقف بوش الإنكشافي. مصطفى يا أمي. سلطانة، سمو الأمير سليم. طمنيني. نشكر الله هو بخير يا سلطانة، حضرته رجع هلأ مع سمو الأمير مصطفى على القصر. بشكر الله إنه ما أزوا لأبني. أنا رح أهتم بالموضوع بنفسي، أنتي روحي وارتاحي. الحمد لله يا رب. الغلط هو غلطك أنت يا سليم، والشي اللي سويته مو مقبول. كيف تروح لعندهم وبترفع سيفك؟ يلي تعرضت له أنا اليوم من إهانة كان بسببك يا أخي. لو الانكشارين مؤاخدين هالجرأة منك ما كانوا تهجموا علي وما قدروا يهددوني. لك بكفي يا سليم، حاجة تتهمون وتحملون المسؤولية. روح شوف الأول أخطائك. لو ما وصلت على الوقت كنت هلأ ميت، ولساتك عم تتهمني. أنت بدل ما تهدي الوضع عم تشعل النار أكثر. شو اللي صار معكم مصطفى؟ خلي سليم يخبرك كل شي بالتفصيل. كيف صار السلطان هلأ؟ طمني. ارتفعت حرارته شوي بس هلأ صار أحسن. صحيح اللي سمعته يا سليم؟ الانكشاريين كانوا رح يقتلوك؟ كيف بيتجرأوا يعملوا هيك؟ عم تسأل كيف؟
لك لأنه هنن بيعرفوا هلأ قديش أخي مصطفى قريب من العرش وأخدين القوة منه، مفكرين إنهم ما رح يتعاقبوا على هالشي ومعتبرين حالهم عم يعملوا منيح، وإنه إذا أخي مصطفى استلم العرش رح يتكافئوا على عملتهم، وخاصة فرحات رح يترفع لمنصب أعلى، وأخي مصطفى وقتها رح يضحي فيني وأنت حتواجه نفس المصير. تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15. السلام عليكم. الحمد لله إنه الأمير إجا لهون. جيته مو منيحة يا آغا، قايمة القيامة بالسوق. الكل عم بيحكي عن اللي صار معه بمقر الإنكشاريين. قول خير إن شاء الله. سموه الأمير سليم راح لعند الإنكشاريين لحتى يحاسبهم ويحط لهم حد. الإنكشاريين مين بيقدر يلعب معهم؟ حاصروه وهجموا عليه. صار سمو الأمير سليم يرجف من كتر الخوف يا آغا. سكر تمك وسكوت، والله العظيم هلأ بفش خلقي فيك. لك أنت مين مفكر حالك يا أهبل لتحكي بهالطريقة السيئة عن سمو الأمير؟ أنا ما دخلني يا آغا، الإنكشاريين عم بيقولوا هيك، أنا شو دخلني؟ وشو قالوا كمان؟ خبرني لشوف. قالوا كمان إنه سمو الأمير مصطفى لحقوا لهنيك بسرعة يا آغا. عصب وصار يصرخ عليهم. الانكشاريين لما شافوه هيك خافوا منه وسكتوا ورجعوا سيوفهم. وسموه الأمير مصطفى مسك له إيده لأخوه رجعوه على القصر. لكان هيك لازم يكون الأمير يا آغا قوي وكلامه مسموع لو بتسمع قصايد المدح اللي بيكتبوه عنه. عم بيقولوا إنه هو اللي رح يستلم العرش. خوف عليك. الله استجاب لدعواتي ورجع ليك. اصلا ما في غيرك بيدعي لي وبيخاف علي يا نور بانو. خبرني شو اللي صار معك. اليوم شفت آخرتي بعيوني يا نور بانو، شفت شو رح يصير فيني إذا مولانا السلطان ما قام من تخته. قدرنا كلياتنا بكرة رح يكون بين إيدين أخي مصطفى. ربك الوحيد هو اللي بيعرف شو رح يصير بكرة. أنت ما لازم تستسلم بنوب، ولازم توقف بوشهم وتقاتل للنهاية، ويلي بيصبر بينول، وأنا متأكدة إنك رح تنتصر وحكون جنبك عطول. سليم، بغيابك ارتفعت حرارته كتير لمولانا. الحكمة عملوا كل شي بيقدروا عليه. نشكر الله انه هو منيح. قالوا لي انه رح يتحسن بهالكم يوم. ان شاء الله ان شاء الله. بخصوص الامير سليم، انا بشكرك على كل شي عملته معه. برغم المشاكل الموجودة بيننا، اللي ساويته اليوم معه بيستحق التقدير، وما رح أنسى لك هالمعروف يا مصطفى. غريبة هالحياة يا سلطانة. كنت عم فكر لو نجح مخططك ومتت كان ابنك سليم هلأ ميت. مخطط شو هاد؟ أصلاً طبيعي إنك ما تعترفي، متوقع. صدق إنه هالقصة ما دخلني فيها. الله بيشهد إني ما فكرت لا بمخطط ولا بشي. وأنا طلبت إنه تجي على عاصمي لأنه مولانا السلطان كانت هي رغبته، وبالفترة الأخيرة كان عم يهدس باسمك.
أنا مو قادرة أصدقك. لا أصدق. واللي صار معك أنا مالي علاقة فيه أبداً. سليم كان ممكن إنه ينقتل اليوم لو ما رحت وأنقذته أنت يا مصطفى. لهيك أنا بتشكرك. ما في داعي تتشكريني، هذا الحكي ما له لزوم. أنا ما سويت هذا الشيء لأنه أنت بدك، سويته لأنه سليم أخي. بعرف يمكن مقدر لنا أنه نجتمع هلأ وأقول لك هالحكي. مواضيع الماضي، قصدي الخلافات اللي صارت بيني وبينك، ما كنت بدي اياها يا مصطفى. بالحقيقة ما كان إلي حرية الاختيار بنوب. يمكن القدر هو المسؤول عن هالشي. ما فينا نلتقي حتى لو كان بدنا. أنت رح تضلك بطرف وأنا بطرف، وللأسف يا مصطفى استمرار حياة واحد منا رح تكون خطر كبير على التاني. شي محزن مو هيك؟ انت وأنا يا مصطفى ما كنا تصارعنا بحالي واحدة بس. لو خلاك القدر واحد من ولادي وقتها كنا رح نكون بنفس الصف وما عشنا هالصراع. كيف بتروح لهنيك بهيك وضع؟ أنا ما عم صدق يلي عملته. زوجك رستم باشا هو اللي أقنعني روح. يمكن كان بده ياني موت هنيك. وانت كنت فرحتي مو هيك؟ بعرف منيح قديش انت بتدعمي وبتحبي لأخوك بيزيد، وما بتنعد المصاري اللي بتبعتي له إياها. شوف يا سليم، ما بدي اياك تحط براسك هيك افكار تافهه، لانه انت وبيزيد ما في فرق بيناتكم. انا بحبكم انتو الاثنين. امتى طلبت مني شغله وما لبيتك فيها؟ بالرغم من الاخطاء اللي ارتكبتها موقفي ما حيتغير، ورح ضل واقفه جنبك وساندك. وهلا قلي شو يلي صار معك بمعسكر الباشا؟ بما انك حابه تعرفي رح خبرك يا مريم. اليوم شفت الموت بعيوني التنتين يا أختي. 100 واحد من الانكشارين هجموا علي. قلت خلص هي نهايتي، وإني رح موت بين إيديهم. تعرفي شو شفتوا هني عم يمشوا باتجاهي لحتى يقتلوني؟ مصطفى يا مريم، يمكن نحن عم نقاتل من دون أي فائدة. مصطفى هو سلطان الدولة العثمانية بنصر الجميع. وأخيراً حضرتك شرفت يا رستم. سلطانة، أنت تجاوزت حدودك يا باشا، وتجاوزت كتير كمان. ليش شو ساويت؟ أنت بتعرف منيح شو ساويت يا رستم. بعت الأمير سليم لعند الإنكشاريين ومن دون علمي ورضاي على هالشي. صحيح، أنا اتخذت هيك قرار لوحدي لأنه حضرتك كنتي مشغولة بمرض مولانا السلطان. كنت مجبور على هالشي، وانت طلبت مني اني اتخذ التدابير اللازمة. هالشغلة بتسميها تدابير؟ انه تبعته لسمو الامير سليم على الموت؟ بما انه حضرتك بدك سمو الامير سليم يستلم العرش، فقلت من الافضل يروح ويثبت لهم انه بيستحق هالشي.
فكرت انه رح يكون شجاع. شجاع؟ انت مين مفكر حالك لتقيس وتختبر شجاعة امراء مولانا السلطان؟ وفوق كل هاد كمان مساوي كمين لمصطفى. للأسف ما توفقنا بهالكمين، لأنه طلع واحد من رجاله لابس ثيابه للأمير مصطفى ونحن ما كنا منعرف. والله مخطط لكل الأمور يا رستم. سموه الأمير مصطفى بيموت بعملية اغتيالك، وسموه الأمير سليم بيقتلوا الإنكشاريين، وبهالطريقة بيضل بيزيد وبيستلم العرش بدون منافسة. كيف بتتجرأ تساوي هيك شغلة يا رستم بدون ما تخبرني؟ كلياتنا بنفس السفينة يا سلطانة، وهالسفينة عم تمشي بسرعة باتجاه الصخور، وكان لازم إنه حدا منا يستلم الدفة ويبعدها عنن. رستم، أول وآخر مرة حأسمح لك تتجاوزني، واسمعني وفهم منيح الحكي اللي رح أقوله. طالما في جواتي نفس عم يطلع وينزل، أنا الوحيدة يلي بتستلم قيادة هالسفينة، ويلي بيوقف بوشي يا رستم رح أفصل له راسه عن جسمه. مع الأسف يا سلطانة، يلي استلم هلأ قيادة السفينة هو سموه الأمير مصطفى ولحاله، لأنه هو يلي رح يستلم عرش السلطان بكل سهولة يا سلطانة. وبعد هالشي حضرته رح يتحكم بقدرنا كلياتنا وعلى راسهم أولادك الأمراء يا سلطانة. مولانا السلطان إن شاء الله رح يقوم قريباً يا رستم، لأنه تجاوز مرحلة الخطر، وهالكوابيس اللي عايشينها بكرة رح تنتهي.